هل ممكن من كلام حضرتك بقى أسألك، يعني لأن برضو جه في دماغي دلوقتي ملف الصحة النفسية اللي بقالنا فترة كبيرة بنتكلم عنه، واللي هو لا يقل أهمية عن أي ملف آخر بصراحة. الصحة النفسية زي ما أنا وكريم كنا بنتكلم من يومين وشبهناه بالبنزين بتاع العربية، ممكن تبقى عربية جميلة وجاهزة للانطلاق وما فيهاش بنزين، فكأنك حاططها محلك سر. فالصحة النفسية هي عامل كبير جدا ومؤثر كبير جدا في حياة أي شخص. هل ممكن برضو نلاقي ده مع اللجان عندنا، حملات أو غيره؟ بص، هو مش ممكن، هو احنا اوريدي بدأنا، بس ما بدأناش بشكل مكثف قوي عليها. بدأنا ثرو لجنة الطفل ولجنة المرأة، شوية مسكنا الملف ده، واكيد هنرجع لازم هنشتغل عليه تاني. لا، ان شاء الله هنشتغل عليه تاني، وهنشتغل عليه كمان من النفسية العادية والنفس الرياضي كمان. ايوه، يعني النفس ملف الرياضي. مهم، صح. ان احنا عايزين ولادنا برضو اللي بيلعبوا في الفرق برضو، دول ولادنا، وانا قلت لهم دول الشباب الاهلي، بعد كده نشتغل عليهم نفسيا، نأهلهم نفسيا مظبوط يعني باذن الله. طب فكره يعني المشاركه وفكره التفاعل وفكره ان انا مثلا انضم للجنه ما من لجان النادي الاهلي المختلفه، انت عندك من جزء كبير من هويه وطبيعه الاهلاوي انه صعب قوي تلاقي اهلاوي من على الوش. يعني الاهلاوي تلاقي اهلاوي قوي وعايز يعمل اي حاجه وعايز يساعد وعايز يشارك، وطبعا في فرصه عظيمه بالنسبه لكل الناس وجود هذه النوعيات من اللجان المختلفه في النادي الاهلي. اليه الاختيار بتمشي ازاي؟ يعني بتتم ازاي؟ بتقبلوا عضويه الناس ولا هي يعني بيكلفوا بيها، ولا هم اللي بييجوا يتقدموا وانتوا بتنقوا؟ بتمشي ازاي الحكايه؟ بص، هي اليه الاختيار ان احنا كده او كده كل فتره بنفتح باب الاختيار عن طريق العلاقات العامه، بنطلب افراد جداد يشاركوا معانا، بيقدموا السيفيهات بتاعتهم، سواء بقى في اي لجنه هم بيختاروها، ما شايفين نفسهم يقدروا يفيدوا ويدونا افكار، بنعمل معاهم انترفيو، بنبدا نشوف ايه المؤهلات بتاعتهم، ايه الافكار اللي هيقدروا يقدموها، هيشتغلوا معانا كويس وكده ولا لا، بنختارهم وبينضموا لينا. يعني عايز اقول لك حاجه، احنا ما عندناش ماكسيمم في العاده، عندنا مينيمم. وكمان عشان تشارك معانا انت حضرتك برضه مش شرط تكون عضو في اللجنه اصلا، هي دي كمان، انت لو عندك اي فكره بتقدمها في العلاقات العامه، بتاخد نمره تليفوناتنا، تتواصل معانا وبتشاركنا في تنفيذ الفكره دي.